انتصار الأمل، مثل ما حب يسميها الأستاذ أنس على رغبته، رح نسمي هاي السلسلة. بتمنى هاي السلسلة تنال إعجابكم ومتابعتكم. هي عبارة عن مجموعة من القصص لمجموعة من الشباب الطموحين اللي عم يسعوا ليحققوا أهدافي. هي بتشوفيكم قصص من زوايا تانية، من منظور تاني، بتشوفي الحقيقة الموضوع مثل ما صاحب الموضوع بيحب يشوفي للشخص الآخر. اليوم قصتنا بدت بمكان يفتقر للماء والكهرباء وبيعاني من النقص الحاد بهذا الموضوع على مدى طويل من الزمن. قصتنا كانت بين البادية وبين الداخل، في مدينة صغيرة زغنونة موجود فيها بيت حديقة حلوة بشجر الأكيدينيا وشجر الزيتون. كان في باب دار، كان في مهندسين قاعدين لساتين طلاب هندسات وعم يحكوا ويشربوا شاي. سألوا قالوا انت بتعرف تطبع؟ قالوا طبعا بعرف اطبع. قالوا بتعرف مزبوط بالطبع سباسيس لبعض؟ قالوا ما في اسهل منها، بعرف ايه. قالوا شو رايك نجيبها؟ قالوا والله ويدك بس كيف؟ قالوا اترك الموضوع لي. فعلا انطلقت القصة وكبرت 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 وعانت وخسروا كل شيء، وكل واحد راح على مكان، ورجعت القصة تبدأ من جديد على بعد كيلومترات من القطب الشمالي. رجعت تستمر القصة من الصحراء للقطب الشمالي، من الشوب إلى البرد، من حرارة 40 إلى حرارة ناقص 20. قصة مستمرة، طباعة، مش الطابعة أولى، مش الطابعة تانية، مش الطابعة تالتة، بدت بقوس شعر لمعمل ونماذج لمعمل تاني وقطع لتتركب بمنظومات لمعمل تالت، واستمرت العملية. هيك كان بداية قصة الموسوعة الهندسية، قسم التصنيع منها. بتمنى نال إعجابكم، بتمنى تشاركونا بقصص شبيهة أو قصص أنتم بتحبوا تسمعوها وتنحكى بلسان الشخص نفسه. نحن نتمنى دعمكم، نتمنى القصة تعجبكم. وسلام.